كنت أبى أصير طيار في المرحلة الثانوية وتخرجت بمعدل 97.2. سويت جماعة طيارين وكنت أشرح لهم عن أجزاء الطيارة وشنو موجود فيها شلون حتى نطيرها في الفلايت سيميليتر. عقب ما تخرجت على الرغم أن عندي معدل عالي التخصص صكو، فدخلت تخصص ثاني هو Aircraft Maintenance Engineering. اجتزت جميع المواد النظرية وبأعلى الدرجات في الجامعة. كان مفروض نشتغل في شركة وللأسف هذه الشركة صكت. ما حصلت أي جوب انترفيو بأي دولة ثانية غير الإمارات، واكتشفت أن أصلاً ناديني مو بحق هندسة صيانة الطائرات، ناديني حق كاستمر سيرفيس. فقلت لهم ما عليش، حتى كاستمر سيرفيس أنا قابل فيها الوظيفة، وبعد ما خذوني فقالوا لي لأن أنت ما عندك خبرة. واجهت وايد صعوبة في البداية أن أستوعب اللي صار، يعني سويت كل شيء في حياتي صح باعتقادي، أن تعبت على روحي في الثانوية بمعدل 97 وفي الجامعة نفس الشيء بأعلى الدرجات، فشلون كذي يصيدني؟ كنت هني أفكر قلت خلاص أنا قصة درجات وأن أنا أركز على الدراسة والكتب والأشياء النظرية هاي ما بتوظفني ولا بتغير من حياتي، يعني هذا التخصص لازم أهده وغيره إلى تخصص ثاني. ابتديت من الصفر بس ما يأست واخترت هندسة مدنية بالذات، لكن في نفس الوقت قلت حق روحي أول ما حضري لي في الجامعة ببتدي أتعلم تعلم ذاتي. قمت أقرأ وأبحث، فشفت من أكثر التخصصات المطلوبة هو تكنولوجيا الإبداعية أو الكرياتيف تكنولوجي ديزاين ارت واي تي. وانا في الجامعه ابتديت اصمم مجانا يعني حق شركات، ابتديت بس امارس الشغله. قمت اشوف ان الناس تقدر اكثر المشاريع اللي اسويها، فمرحلتي الجامعيه كانت باختصار بس احضر الجامعه علشان اجتاز موادي، لكن باقي الوقت كنت اخصصها حق العمل الحر في هذا التخصص. فكرنا نبي نسوي منصه تعليميه تدرب التكنولوجيا الابداعيه لان هذا التخصص جدا مطلوب ومو موجود باللغه العربيه. وبس فتحنا الموقع اثناء الماجستير انا خلاص كنت بادي شغل في البزنس مالي، يعني في خلال اقل من سنه يعني وصلنا الى اكثر من 100,000 مشاهده وتقريبا 2.7K سبسكرايبرز وعدد ساعات المشاهده الكلي تقريبا 4000 ساعه، بالاضافه الى المشاريع الاضافيه اللي جاتني. قمت اصمم مشاريع عقاريه، قمت اصمم معارض افتراضيه، فانفتحت لي وايد ابواب. يعني أحس الأشياء السيئة اللي تصيدك في حياتك تتعلم منها وايد أكثر من الأشياء الزينة اللي تصيدك في حياتك، فبالعكس أنا مو متحسف أبداً على هذه التجربة اللي خضتها. خالد الحسن، قصة تعبر عنك.